الارقام اللي يتكلم بها اولا ما عندي علم بها، مو مختص بهذا الشيء، والارقام اللي يتكلم بها ما اعرفها، بس ندققها الارقام زين. واذا تطلع عكس ربما ايضا نقول له استاذ طه انت حشامن الخطا خطان، هذه الصحيحه. هذه اول نقطه. زين. ثاني نقطه، الاعمار اللي شهدتها محافظه الانبار، نعم صندوق الاعمار، انا قلت لك اشدت بصندوق الاعمار، نعم صندوق الاعمار ساعدونا جزاهم الله خير، ها بدينا نبني ونعمر من صندوق الاعمار. اي محافظه سنتين ما بها موازنه، سنتين ما بها موازنه، محافظه باكملها تصرف على على, على دوائر المحافظه كلها ما بها موازنه. مال المنافذ الحدوديه ترى خاف ببالك استاذ طه، مال المنافذ الحدوديه ترى ما حد ينطيهن، يطلعون رواحتنا تا ينطونهن. مال يعني الاموال المنافذ الحدوديه مو بالمستوى المطلوب، عندنا مشاريع تنميه الاقاليم وعندنا مشاريع المنافذ الحدوديه. يعني هسه اي مقاول تروح تساله تقول له تاخذ مقاوله هاي بس على المنافذ الحدوديه ما حد ياخذها. موضوع المنافذ الحدوديه موضوع معلق. مو نفس ما عفتوها ترى. مو نفس ما عفتوها. الامور تغيرت هسه، الوضع تغير، المنافذ الحدوديه تغيرت والامور تغيرت. اما الارقام اللي شنو الجاي بالمحافظه؟ شنو راح نشوفه بالمحافظه على مستوى الخدمات؟ تطور عمراني كبير. انا واستوقفت لهذه القضيه في الاسبوع الماضي، كان اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحه زار محافظه الانبار. تصريح موجود اليه، ها وانا منزله على صفحتي الرسميه، ها يقول اندهشت عندما رايت هذا الاعمار والتطور العمراني الكبير. ناطق باسم قائد عام للقوات المسلحه يتكلم بهذه الطريقه، يقول محافظه الانبار بعد 5 سنوات سنراها اجمل من دبي، ولكن قلوبنا تألمنا على بغداد، على العاصمه بغداد. بعد 5 سنوات شلون راح تكون الانبار؟ خليني اسالك الان، انت مستشار لمحافظه الانبار. الانبار في قمه الازدحام. وين راح تكون بها منطقه؟ على مستوى الخدمات.